السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دان؟ الحمد لله عامل ايه يا قلبي؟ الحمد لله. ازيك يا حنون؟ ازيك يا تيتش، عاملة ايه؟ تمام يا عشان جميلة، انت عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. المرة اللي فاتت يا ميس كنت هقول لحضرتك احنا خدنا ايه. قوليلي، احنا خلصنا الدرس كله، خلصنا الدرس كله، شطورة. مستعدين بقى وخدنا النهاردة نحل الأسئلة بتاعت الدرس كله؟ آه. وخدنا وخدنا الواجب صفحة 39. تمام، شطورة. ايوه، والواجب 41. محدش بعت لي الواجب هاتي عمر غير حنين الشات. وعمر، غير دان وعمر لسه بعت. انا لسه بعته. انت شايفه السلام حالي؟ عليكم يا ميس. انا لسه وعليكم بعته. السلام ورحمة الله وبركاته. انا لسه بعته يا مثلا. كل انا بعته اخبار اصلا من امبارح. انا بعته يا من دان، امبارح، بقول لحضرتك يا مستر ان انا بعت امبارح الواجب. انا شفت الواجب امبارح يا دان. انا لسه شايفه الواجب. صفحة كام؟ هتشيلين؟ يلا بينا نحل مع بعض التدريبات بسرعة. يلا يلا هنبتدي. نبدأ نجيب صفحة 39. 39. صفحة 39 ماشي. صفحة الواجب يا ميس. أيوة، صفحة الواجب يا ميس، بسرعة بقى. يلا يلا بينا هنبدأ بفريق ملوك الجينياس. يلا يا كابتن بسرعة. إنشاءت منظمة اليونسكو متحف النوبة بمحافظة جنوب سيناء، خطأ، أسوان. محافظة أسوان في مدينة، لازم أقول المدينة. أي مدينة إيه؟ متحف النوبة هيكون في مدينة الإيه؟ نوبة. النوبة. برافو عليك، شطور جدا. تمام، فريق الجينياس أخذ نقطة. فريق الملكات، يلا يا ملكة دان. تمام. يشتهر سكان سيناء بإقامة مسابقة الهجم. طبقات الهجم اللي هو الجمال. صح، صح. برافو عليكي، شطورة جدا. تمام، يلا يا ملك الجنية. استخدام الجيش المصري اللغة المصرية القديمة كشفرة في حرب أكتوبر. خطأ. خطأ. طب استخدمها كإيه؟ استخدم اللغة الإيه؟ نوبة. نوبية. اللغة النوبية. برافو عليك ملك الجينيوس، شطور جدا. يلا يا ملكة حنين. تمام. طب كده كام؟ احنا المفروض نتأكل صح؟ أيوة خلاص، نبدأ بقى بالتشجيع. تمام، إن الدور الجاي هنبدأ نشجع بعض. تمام. تتشرح تمام، لهجات كل اللغات المصرية. خطأ. تتشابه. تمام، برافو عليك، لأن كل بيئة ليها اللغة بتاعتها، يعني الناس اللي عايشة في النوبة لغتهم مختلفة عن عندهم الناس اللي عايشة النوبية. في سيناء، صح ولا لأ؟ السلام السلام عليكم. عليكم، عندهم اللغة الأمازيغية. برافو عليك، شطورة جدا. ناس وعليكم السلام، أحمد وسجا، إيه التأخير ده؟ ما خلاص شفتش اللينك، مش النت عندي يعني. طيب بسرعة، المسابقة بتاعتنا ابتدت من زمان. ايوه يلا يبقى احنا كده كام؟ انا عمر. اتنين اتنين. ايوه ايه؟ يبقى فجأة. يبقى فجأة المفروض تفتح الكاميرا. يلا بسرعة الكل يفتح الكاميرا. انا فتحاها. شطورة الباقي، ايوه يلا. كله فتح الكاميرا.
يلا هنبدأ من مين؟ عمر يا ميس اختار. طيب التفريق هيختلف دلوقتي، أحمد وعمر في فريق، والفريق بتاعهم اسمه ملوك الجنيس. دان وحنين وسجا في فريق، الفريق بتاعهم اسمه فريق الملكات، تمام؟ دلوقتي الفريقين تعادل، ايوه اتنين تعادل، احنا اتنين. تعادل اتنين يلا بينا اتنين. دلوقتي هنكمل المسابقة بتاعتنا، تمام؟ يلا هبدأ بقى امشي يا بفريق، مش اجاوب. كنا واقفين عند فريق مين؟ فريق الملكات المفروض، يلا فريق يبقى فريق ملوك ملوك الجنة. الجينيوس هما اللي هيجاوبوا، تمام؟ يلا يلا ملك الجينيوس أحمد بسرعة. اليوم اللي فنان تحت من فروض التراشيه السربية محافظتي ديت على حسب المحافظة، هناخد السؤال اللي بعدين. حسب المحافظة، أنت محافظة إيه؟ أنا محافظة البحيرة. طيب يعني أنت مش من محافظات اللي هي بتاعت الإيه؟ المدن اللي هي بتاعت الصعيد، صح ولا لأ؟ بس الصفحة كام؟ مش احنا عارفين تحت، ان المحافظات يبقى تم حامل تخطيب، غلط. يبقى الإجابة صح ولا خطأ؟ خطأ، بس خطأ. اديت على حسب المحافظة. انا عايز اجاوب سؤال غير بقى. لا احنا كده يا عم اجابتك كده، ده كده اجابة، يبقى كده ملوك الجينيس اخدوا 3. انا عايزة بقى تشجيع، نبدأ التشجيع، تشجيع لأحمد بسرعة، عايز التشجيع، احنا فاتحين الايه المايك. انا نسيت اللي برافو، انا قافله مايك. يلا فريق نبدأ بقى التشجيعات. لا انا شايفة فريق الملكات نايمين قافلين الكاميرا، يلا الملكة يا سهى سجى افتح قافلة الكاميرا. الكاميرا، لا 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 لا، يلا احنا الملكة فتحنا سجى كلنا جاوبي الكاميرا. بسرعة. يساعد طيب الاهتمام طيب بالتراث الثقافي على زيادة أعداد السائحين بمصر، صح ولا خطأ؟ صح. يبقى الاهتمام برافو عليك، شطورة جدا. أنا عايزة تسقيفة كبيرة يا جماعة للملكة سجى. برافو عليكي يا أحلى ملكة. يلا أنا عايزة الملك الجينيس عمر، بسقف لعمر من قبل ما ينزل. ملك الجينيس قفل الكاميرا. إيه ده؟ نعم. يلا يا ملك الجينيس بسرعة. احتفال المصريون القدماء بأعياد من ما زلنا لا نحتفل بها الآن، زمن المصريين القدماء دم كانوا بيحتفلوا النسيم. بأعياد لعندي دلوقتي احنا بنحتفل بيها. دم النسيم دم النسيم، برافو جماعة. وأهم حاجة فيه أنا الحصن عايزة تشجيع الأخضر. لملك الجينيس بسرعة. فاتحين المايك. مش فاتحين، لا المايك يتفتح ونسقف له تاني، يلا مش احنا مزعلين فاتحين المايك. بسرعة. يا ابني انا تسقيفتي مش عالية ولا ايه؟ مش واصلة كده يا جماعة. ملوك الجينيس اخدوا 4، الملكات اخدوا 3 نقط، لسه بقى الملكات، الملكة دان. تمام. يعد التراث النوبي في محافظة أسوان امتداد للحضارة المصرية القديمة. برافو عليكي شطورة جدا، كده الملكات اخدوا 4 نقط. تسقيفة بسرعة للملكة دان يا شباب، إذا إحنا قفلوا عادي. تعادل دلوقتي. برافو برافو. طيب انا عايزة بقى ملوك الجينيوس الملك احمد، نعم يا مس، قولي لي المحافظة المحافظة كان التي سكانها بإنشاء جزيرة يشتهر خيالية. سكانها بإنشاد الشارع الهلالية، هتكون محافظة يلا مثلا ايوه قلتم، مطروح. انا عايزه نلطم، ده تسييفه على الضوافر بقى، تسييفه على الضوافر، مطروح يا مس مطروح. على الضوافر، تسييفه على الضوافر، يعني نحط ضوافرنا في بعض، نحط ضوافرنا في بعض طب كده. خلاص يا مس، كنا خلاص. هي عاد فيها غير انا، انت قلت لي مطروح وشمال سيناء. انا مش احنا قلنا السيرة الهلالية بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في مدن الصعيد، الوجه الايه؟ هنا في يعني احنا مدن الايه؟ نتبعها دلوقتي الصعيد. ولا لا؟
نعم؟ نديلهم نقطة ولا لأ؟ لا يعني طبعا هنديلهم ناخد نقطة نقطة ولا لأ؟ ليه؟ ده احنا سقفنا لهم على الضوافر، هنديهم نقطة؟ ازاي بقى سقف على الظروف كده؟ وريني يا ملكة حنون، يلا شوفوا اللي انتوا بتشوفوا، حنين فاهمة. يلا بقى يا حنين بسرعة. الملكة حنين حدد ايه مش كفا واحدا لزيادة أعداد السائحين في واحد سيوة في شهر أكتوبر من كل عام. إيه السبب اللي أخلى أعداد السائحين بيبقوا كتار جدا في واحد سيوة مش كل شهر مش هو 10؟ النمبر رقم 2 ايه مش معلش رقم 2 في لان الإجابة. في لا عشان الاختيارات هما بيرسموا انا الاحكام عاملاها اهو الملاعب عبارة فيها عن لعب قديمة. والمباني الفرنسية هكمان موقعات الطعام خلاص لكل السكان لا علي صوتك، مش سمعت ولا ايه كلمة. عشان هما بيشوفوهم وهما بيرقصوا وكمان عشان يشوفوهم وهما لابسين الملابس المحلية يعني هما بييجوا عشان يشوفوهم هما بيرقصوا ولا عشان خاطر ايه كمان؟ يعني ايه السبب؟ ايه اللي فيه هناك مناسبة؟ اسمها ايه المناسبة دي؟ هو عيد الحصار برافو عيد عليك. يعني الحصار السبب اللي بيخلي زيادة أعداد السائحين في واحد سيوة اللي هو ايه؟ اللي هو بسبب عيد طول الحصار أو عيد الساحلية العيد السياحة للاحتفال، هما جايين عشان سياحة يحتفلوا بإيه؟ بعيد سياحة الحصاد. أو وإيه عيد كمان؟ الحصار يبقى كده يا مس يبقى فريق يبقى فريق الملكات خدوا نقطة يبقى فريق تمام، بس الملكات ركزوا بقى خمسة معايا، هما جايين عشان يحتفلوا بعيد الحصاد وإيه كمان؟ ويستمتعوا بإيه؟ وعادي كتير باللي هما ويستمتعوا يشوفوهم بإيه؟ بيرقصوا كده يستمتعوا بإيه؟ بيستمتعوا باللي هما بيشوفوهم بيرقصوا ويرددوا الأغاني يبقى يستمتعوا بالاحتفالات، يستمتعوا بإيه كمان؟ بيستمتع ده ده ظهر بالرقص، ملكي ده بالرقص، بيستمتعوا بكل حاجة دي، تمام؟ طيب ويستمتعوا به، يبقى هما جايين عشان هما يستمتعوا بعيد هما جايين عشان يحتفلوا بعيد الحصاد ويستمتعوا بعيد الحصاد. طيب كده تغدى نقطة أيوة طبعا أخدوا 5، برافو فريق ايه الجينيوس الملك عمر. حس يا هذا ملكة ايه؟ الخمسة نعم، غريبة شكل الخمسة غريبة اكتب تفسيرا واحدا لأهمية التراث الثقافي المصري. واحدا من عندي ثلاثة طب قول زيادة الدخل القومي زيادة فرص العمل للشباب تنشيط السياحة برافو عليك. يبقى أهميتها أول حاجة تنشيط السياحة. إيه كمان؟ زيادة فرص العمل. أهمية مس مس انا ترى ولا قلت كتير اخد نقطة زيادة لا مش هناخد نقطة زيادة. زيادة فرص العمل، تنشيط السياحة. أنا عايزة يا جماعة، أنتوا شجعتوا يا جماعة حنين؟ شجعتوا عمر؟ يلا بسرعة شجع عمر. دي الحنين دي العمر أيوة بسرعة. يا مش ماليش دخل بقى، انا عايز لا سؤال تعويض عن السؤال اللي انا غلطت فيه، ماليش دخل. لا مفيش تعويضا، دي ركز. يلا ناخد دي سكرين وننزلها على الجروب بسرعة. حاضر ليتس يلا جو بسرعة. تصوري بقى ايوه أخدتوها ولا لسه؟ صورتها وبعتها ايه مش ينفع يا انا مس صورت تضيفيني في جروب الدراسات وكده حاضر بتاعت عيوني. الدراسات طيب او انا كان كمان يشير بتاعت رقم واحد الكليه إلى منطقة تشتهر بالاحتفال بعيد الحصاد يا ملكة سجا. بعد الصورة صح؟ نعم يا ميس عندنا هنا ايه يا ملكة سجا؟ هنا مطروح هنا كده مطروح. في مطروح بقى واحد فين؟ صفر واحد مكان ايه؟ سيو مش هو اسمه واحد سيوة؟ بس ينفع تقولي واحد سيوة كده وانتي قافلة الكاميرا؟ ايه الملكة دي؟ حاضر ما اهو ينفعش، لازم الملكة تفتح اهو. الكف يعني تفتح الكف ايوه شطورة، واحد سيوة. طيب يلا يا
تسقيفة كبيرة يا جماعة للملكة ساجا. هيفتكر ملك الجينيوس أحمد بسرعة. نعم يا مس. يجي رقم اتنين إلى محافظة سامبا. محافظة منشأ متحف النوبة بها هتكون أسوان، واو. مفيش أسهل منها. تمام شطور كده. البنات الولاد واخدين كده 6.7 نقاط والولاد واخدين 7. انا عايزه تسقيفه كبيره يا جماعه لاحمد. كم يا بس؟ 8-7. يلا كسبان كسبان هم الملكه، كسبان هم. يلا انا عايزه الملكه حنين. اوكي ماشي. 20 رقم 3 إلى محافظة تشتهر بها مسبار الهجر هي سيناء. طيب، شمال سيناء أو سيناء. برافو عليك، كثافة كبيرة لحنين. أنا مش شايفة الكل بيسقف، يعني حنين بتسقف للكل بسرعة، كل يسقف. الفريق التاني مش هخلي حد يسقف لكم. طيب، اه يا مس، الكاميرا المايك يتفتح وتسقيفة كبيرة. مس انا ما عماله اسقف من زي ايدي وكده. تمام، برافو يا حنون. عايزة الملك عمر. ملك عمر. السكان. نعم، آه. يلا. السكان الذين يحتفلون بعيد حصاد التمور والزيتون هم سكان ايه؟ يا بس انت يلا كسرتي سيوة. واحد سيوة واحد سيوة. هم سكان واحد سيوة. تسقيفة بسرعة يا جماعة، تسقيفة كبيرة. يا بس يا بس ثمانية تسعة كده يا بس. بس على فكرة ممكن نعمل حركة ثمانية تانية الولاد يعني. 9 البنات. احنا اكتر برضه. تمام، واحد. ملك ما تديني سؤال برافو عليكم. أعود عن الغلط. يلا يا ملكة دان. تمام. آه، هنا سؤال 2 بيقول لي أشهر الآلات الموسيقية التي يستخدمها سكان مدن القناة هي السمسمية. مدن القناة السمسمية. برافو عليك. طيب ما تقولي لي كده، اللي بيستخدموا الربابة دول مين؟ اللي بيستخدموا مين؟ الربابة، آلة الربابة. آه. يلا سكان سيناء. سكان سيناء. سكان سيناء هما اللي بيستخدموا آلة الربابة. لا لا لا، استنى 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 قبل ما تحطي كلمة. استنى، قالت الربابة الصناعية. برافو عليكي، شطورة جدا. تسليمة الصناعية، كبيرة أيوة كمان الصناعية. للملكة دان. تسليمة كبيرة. تمام، يلا مثلا نحن. حطيت ميسي عايزة اختي كمان بتسقف لهم. أختي مين بتسقف لهم؟ حطيت اخي بس حطيت بتاع بتسقف نص شجر. أختي سجا؟ ده أنا ابني برضو بسقف له. اه كويس، بيشجعوا معانا. يلا يا كابتن احمد، انا اول مره اشوف الكابتن اللي بياكل ده. ايه يا عم، الكره هتدخل غدا. ثنياك. يلا بسرعه، طيب يلا. اشهر الالات الموسيقيه التي يستخدمها السكان مدن القناه اللي قلناها دي. بعدها فن مصري ادرجته منظمه اليونسكو على قائمه التراث مش العالمي. عايزة اقول لك على حاجة، قولي يا قلبي. انا مش قافلة الكاميرا علشان مش عايزة. ثانية واحدة ابعتها على عليك عندك. تعملي ايه؟ هبعتها لك يا مس على الشات. ماشي يا مس. يلا يا كابتن احمد بسرعة. التشطيب. فن بعد التحطيب. ماشي، هرد انا اقول ايه. ركزي معايا طيب، اتفقنا؟ والله ما كده. طيب مش مشكلة. يلا، فن مصري أدرجته ايوه
نظمت اليونسكو على قائمة التراث العالمي، إيه هو الفن ده بقى؟ فن التحطيب. أنا عايزة تسقيفة كبيرة يا جماعة، إحنا مش سقفنا ليه؟ برافو شطور. حضرتك يا مش عايزة أروح أشرب مية؟ روح يا عم بلع يا عم بس بسرعة. يلا يان ملكة سجا. أوكي. رياضة تراث شهيرة اشتهر بها سكان سيناء، سباقات الحج. برافو سباقات عليك الحج شطور جدا. سباقات الهجن هي اللي بيشتهر بيها. أين التسقيفات؟ ايوه فين التسقيفات؟ تسقيفات كبيرة جدا بصوت عالي. يا ماشي، على فكرة عاوز أقول لحضرتك على حاجة مهمة. قولي قلبي. دام 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 وجنبي ده وجنبي ده. بتقولي ايه؟ أنا على فكرة أنا جنبي كان على فكرة في البيت على أنا في بس البيت أنا جنبي. ولا كلمة، معلي صوتك. بقول لحضرتك يا ماشي، أنا عندي مليون حد هنا قاعد يقول هو في فرح. ده عندك ناس بيقولوا احنا في فرح؟ قولوا عادي عندنا حصة دراسات، احنا في حصة الدراسات بيبقى عندنا فرح، ركزي معايا ولا يهمك. خليهم يقولوا اللي نفسهم فيه. عندنا مين كمان؟ كابتن عمر. مش كده اللي ايدي بيتحرك مع اهل واحد سيوه في اللهجه. اهل خطأ. سيناء واهل واحد سيوه هما الاثنين بيتكلموا نفس اللهجه نفس اللغه. جنوب سيناء السلام عليكم، اما واحد سيوه كيف الحال منك؟ لا بجد، اللغة اسمها ايه؟ اللهجة هناك اسمها ايه؟ واللهجة هنا اسمها ايه؟ هنا شوف الحل منك هنا و اللهجة دي لهجة واحد سيوة. لهجة أهل واحد سيوة اسمها اللهجة الإيه؟ الأميزيغية. تمام؟ طيب أهل اللهجة بقى التانية بتاعت مين؟ جنوب واحد سيناء سيوة. اسمها اللهجة الإيه؟ جنوب سيناء أو أهل سيناء. اللغة العربية الفصحى. يبقى اللهجتين زي بعض ولا مختلفين؟ مختلفين. تمام، يبقى يتشابه أهل سيناء مع أهل واحد سيوة في اللهجة. هنقول خطأ. غلط. يبقى يا مس هياخدوا نقطة ولا لأ؟ هياخدوا نقطة عشان هو قال لي غلط، طب هو مش كان عارف هي ايه. تمام تمام طيب اتفضلي ياخدوا نقطة. يلا انا عايزة ايه بقى؟ الملكة كان طيب رشيد السياح في واحد سيوة في شهر اكتوبر. صح، برافو عليك. عشان هناك عندنا عيد اسمه عيد الايه؟ عيد السياح. عيد السياح او عيد أو عيد الحصاد، التمور والزيتون. يا جماعة أنا ما سمعتش تسقيف لعمر ولا سمعتش تسقيف لدان، أنا عايزة تسقيفة بسرعة كبيرة كده. برافو. يلا عيد الزيت. ملك أحمد. مس هو أنت ليه عملت لنا 11 ملك أحمد فين يا شباب؟ نعم يا مس. يوليو يحتفل السكان باليوم العالمي للنوبة في شهر يوليو من كل عام. غلط. تمام، طب بيحتفلوا امتى؟ النوبة بيحتفلوا امتى؟ بس على طول ولا اخش الحمام؟ لحظة بس. قلنا اهل النوبة بيحتفلوا 7/7. واخد نقطة يا أحمد، أنا عايزة تسقيفة على الضوافر بسرعة. ليه يا هاتم؟ ما أنا قلت الإجابة الصحيحة. غلط، أنت قلت تسقيفة على الضوافر وهي صح. هما بيحتفلوا في شهر يوليو 7/7، ما يوليو دي 7. نركز سنة يا شباب، أنا حاسة كده إن فريق جينيوس كده النهاردة مش مظبوط. ملوك جينيوس فريق جينيوس هيكسبوا. الملكات بقالهم بنقطتين.
يلا يا ملكة حنين، تمام. نرجع فن التحضير من المصريين القدماء، صح ولا خطأ؟ نرجع فن التحطيم من لي ايه؟ المصريين من القدماء، القدماء. المصريين القدماء، صح ولا غلط؟ بسرعة. ثواني، ارجع فن التحطيم الى المصريين القدماء، صح. صح، طب ليه؟ لان احنا اتعلمنا الحاجات من اجدادنا. طيب كانوا أجدادنا، اتأكدتي منين ان هو المصريين القدماء؟ الإله مين اتأكدت منين؟ بيعلم ابنه؟ صحيح. اسمه ايه بقى؟ الإله حورس. واحنا لما رحنا عند معبد الكرنك يا مس، لقينا ان الإله حورس الأكثر لوحا من خوش اللي هو الإله اللي حاطط. الحرس هو يعلم الملك أمن صاحب الثالث التحت. برافو عليكي شطورة. سيبها بقى لحنون بسرعة. احنا سألنا لها من زمان. أنا عايزة بقى ملك الجينيوس عموري. احنا هنكسب. عمر 12 12 هو فين بدينا يا 11 شباب؟ ب 12 يا مس، بدينا 11 ب 12، المحطوطة فوق 11 واحنا على 12. حاضر، انتوا 12. ايوه احنا 12. يلا عمر ملك الجينيوس، افتح الكاميرا بسرعة وجاوب. حساب منظمة اليونسكو في شهر مش عارفة اجيب ميه بيتوزع واجي على التراث المصري والعالمي. ايه؟ صح، مش عارفة اجيب ميه واجي. بسرعة يا حنون، برافو عليك غلط. صح شطور. صح 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 تمام، عايزة تسقيفة كبيرة يا جماعة لملك إيجينياس عموري بسرعة. هما هيكونوا برضه 9 ونص ولا 8؟ كده 10. 10؟ أيوة بس احنا الملكة سجى بسرعة. واخدتنا نقطتين ازيد من نقطة. ملكة ساجا، افتحي الكاميرا وجاوبي بسرعة يا ملكة ساجا. اعتادت سكان محافظة إسماعيلية على انجشاد سيوة هلالية على صوات الربابة الإسماعيلية، صح؟ محافظة إسماعيلية هم اللي بيقولوا السيرة الهلالية على أصوات الربابة. هو اللي هم، هو بس اللي السعودي سعيد مين؟ أيوة أنت قلتيها صح، بتقولي هم السعيد. سعيد أهل الصعيد، يعني الإجابة مش صح. الإشمعلام من بلاد الصعيد. دي غلط. غلط، برافو. تسقيفة بسرعة للملكة سجى. لا ما تسقيفة كنتش كبيرة، أنا اللي غلطانة هبدأها بقى، أنا ما عايز كنتش تسقيفة غلطانة كبيرة. لما سميته الملكات ما كنتش غلطانة لما ما سميته الملكات ما كنتش غلطانة بتقولوا ايه؟ ما كنتش غلطانة لما سميته الملكات انتوا غلطانين لو مش سميتوا الملكات؟ بقول ما كنتش غلطانة لما سميتي الملكات، ما كنتش غلطانة لما سميتي ايوه الملكات. احلى ملكات. بالك الملوك هيسيبوكوا يعني؟ الملوك دول جدعان قوي. هنشوف الملك احمد دلوقتي هياخد نقطة كبيرة. يلا يا احمد ملك إن شاء احمد الله. بسرعة. نعم يا مش. مش يلا، الأكلات الشعبية جزءا من التراث الثقافي والهوية الوطنية المصرية، صح ولا خطأ؟ لحظة. بسرعة، احنا وانا بقول لكم كده التراث الثقافي الحاجات اللي احنا وارثينها عن أجدادنا كان فيها الأكلات الشعبية يا حمادة؟ صح. يعني كان فيها أكلات شعبية. اللي هي في الأكلات الشعبية بتاعت العيد بتاعهم اللي هي الرنجة والبصل الأخضر والفسيخ برافو عليك شطور جدا. الاكلات الشعبيه مس جزء من التراث الثقافي، احنا خدنا منهم برضو الاكلات دي، صح ولا لا؟ صح. طيب يبقى بس هي بتقول لك، بتقولوا ايه؟ سقف صح. سقف صح. طيب لا تسيبها حلوه. يلا انا عايزه الملكه حنون.
تساعد تنوع التراث الثقافي المصري العالي زيادة الدخل القومي؟ صح، تنوع التراث الثقافي المصري بيعمل ايه؟ تمام، برافو عليك، شطورة جدا، تسقيفة كبيرة لحنان. 14 14 يا مس نقطة، 14 نقطة. لا ده انتوا 15 وهم 12. 11 ولا 12؟ 12 تقريبا بثلاث نقط. يلا الملك عموري، ملك الثانية بسرعة. يس 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 يس. يشتهر سكان الصعيد بقوة سباق الهام الصعيد. لا يساعد تنوع، يشتهر سكان الصعيد. اه تمام، برافو يا عموري. خطأ، جنوب سيناء. تمام، جنوب سيناء، برافو عليك، شطور جدا. تسقيف يا جماعة. هم 13 و15. يلا الملكة دان. تمام، هنا بيقول تشتهر محافظة بفن التحطيب في مناسبات، ده على حسب المحافظة. ميس غلط، برافو عليك، شطورة جدا. تسقيفة يا ميس. يا ميس. نعم يا ميس. يا ميس. نعم يا قلب الميس. رقم 7. رقم 7. رقم 7 صح يا ميس. 8 قصدي رقم 8 و9. 8 صح و9 و10 خطأ. يبقى احنا كده 16 ايه؟ 13 والبنات 16. تمام؟ يلا يا حلوين، ملوك الجونيوس احمد بسرعة. اكيد هنكسب. بس انتوا الاول شجعتوا داني. نعم يا مس. بيقول لي اهدى المحافظات التي ينتشر فيها الفن الموجود في الشرق. استنى يا احمد بعد اذنك، انا عايز تشجيع كبير لدان. انا شجعتها. يلا يلا يا احمد. نزل على بيقول لي اهدى المحافظات التي إحدى المحافظات التي ينتشر فيها الفن الموجود في الصورة هتكون محافظة محافظة مش ينفع راح أشرب بسرعة يا ساجا. ليه؟ هتكون محافظة إيه يا أحمد؟ محافظة الأقصر. الأقصر، عشان محافظة الأقصر دي محافظات الوجه الإيه يا حلوين؟ الوجه القبلي. برافو، تسيبك كتير يا جماعة. الملك الجونيوس أحمد بسرعة. هم 14 واحنا 17. تمام. لا 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 اتلخبطت احنا لسه لما تجيبوا الدرجه دي. يلا يا مين يا شباب اللي عليه الدور؟ لازم راحت لازم راحت تصفى الميه وحنين وانا اللي موجودين. طب يلا يا حنين عم تيجي ساجة بسرعه. ماشي تمام. عيد السياحه في واحد سيوه يوافق عيد زراعة لا مش زراعة، وين حصاد التمر والزيتون؟ 17. شطورة جدا، تسيفة كبيرة، برافو، شطورة يا حنون. يلا يا عموري الصفحة اللي بعدها. يس يلا يا جميل. تريد الاستماع بأرغام السمسمية، إذا عليك التوجه لمحافظة سويس. محافظة إيه؟ سويس. السويس، وإجابة صحيحة. تسقيفة كبيرة يا جماعة العموري. أنا جيت الحمد لله على السلامة. يلا بقى جاوبي. السويس في حاجة كمان انتشر اقصد بالمنطقية في وبورسعيد اللي هي وبورسعيد. تمام يلا يا ساجة يا جميلة. تنتشر رقصة البنبوطية الشعبية في محافظة البنبوطية. محافظة البنبوطية. طب محافظة موجودة في الإسماعيلية. برافو عليكي، شطورة جدا، تسقيفة كبيرة لسجا. برافو عليكي يا سجا، شطورة.
يلا الملك أحمد. نعم يا مس. يلا يا جميل تنتشر سباق.